وللمزيد عن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ بينضم لنا عبر الهاتف دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور. يا اهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم. صباح النور دكتور محمد، وخلينا نبدا مع حضرتك على طول بهذه الخطوه المهمه والكبيره. زي ما قال سياده الرئيس في الافتتاح بالامس انه ما كانش نتيجه ل يعني احنا بنشوف صحيح الافتتاح بالامس فقط، ولكن كان نتيجه لعدد طويل من الدراسات خلال السنوات التي سبقته، بالاضافه الى انه فتح المجال او اوجد مجال جديد للصناعه في مصر، صناعه التعدين واللي ما كانتش موجوده قبل ذلك، وبالتالي بيفتح المجال ايضا للقطاع الخاص للمشاركه في هذه الصناعه. بداية برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا احنا بنتكلم النهاردة على خطوة مهمة جدا، النهاردة بتكلم على فتح بوابة او فتح قناة عبور لصناعات جديدة بعيدة عننا كل البعد. النهاردة بنستغل، مصر بتكتب بتاريخها استغلال الامثل لكافة موردها. مصر يعني بتقول بتتجه الى استغلال كل حبة رمل او كل ذرة من ذرات الموارد المصرية من خلال النهاردة مصنع استخلاص الرمال السوداء، وبنقول يعني فرصة تعدينية اعتقد انها ستحول شكل الصناعة في مصر. النهاردة بتكلم على 40 صناعة تعد ان هم بعيدين كل البعد عن المنطقة بالكامل، ما بتكلمش حتى على مصر. النهاردة صناعات جديدة متطورة جدا، فكرة استخلاص هذه الرمال وشكلها الاولي القابل للتصنيع اعتقد انها فرصة، ستكون فرصة جيدة جدا لجذب مزيد من التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية للداخل المصري وفتح مجالات. النهاردة بنتكلم على فتح فرص تشغيل، بنتكلم على زيادة ناتج محلي، بنتكلم على دعم القطاع الصناعي. كل هذه الأمور طبعا مردود إيجابي ما كانش ممكن نتحصل عليه إلا بهذه الخطوة الجريئة اللي الحمد لله وصلنا بيها إلى عنصر جديد من موارد مصر، وبنستغله بالاستغلال الأمثل اللي احنا صنعناه لنظهره بصورته الأولية بس قابلة للتصنيع وبتعمل قيمة مضافة للاقتصاد المصري. دكتور محمد، يعني حضرتك كلمت عن الآثار الاقتصادية الكبيرة اللي هتنتج عن هذا المصنع الكبير أو مجموعة المصانع للرمال السوداء، لكن أثرت نقطة مهمة جدا وهي كمان من ضمن أولويات الشارع المصري جنب الصناعة والتطوير الاقتصادي، كمان توفير فرص العمل اللي بالألاف. كلمنا عنها أكتر بالأرقام. احنا خلينا نقول ان احنا العالم بيمر بازمات متتاليه شديده الصعوبه، والاقتصاد المصري كان بعيد عن هذه الازمات، كان عندنا صحيح. يعني ازمات سياسيه خرجنا منها منهك الاقتصاد الحمد المصري لله. تسبب فيها ان نسبه البطاله زادت، فكان طبعا عبء كبير جدا على القياده طبعا ان هي تخفف نسبه البطاله ديت من خلال توفير فرص العمل. انتهجت الدوله في الثمان سنوات نهج المشروعات القوميه اللي فتح لما يزيد من 5000 فرصة عمل، 5 مليون فرصة عمل للشباب المصري. ده سنويا، بنتكلم سنويا. يعني بتكلم على الفرص العمل اللي تم استيعابها في خلال الثمان سنوات من الفترة الماضية. نعم. اللي قللت معايا نسبة البطالة اللي كنت 13.5% وصلنا تقريبا إلى 7.3%، يعني تقريبا النص بالظبط. النهاردة لما بفتح مشروعات جديدة وبفتح صناعات جديدة فيها استيعاب لقوة بشرية، فيها صناعات كثيفة العمالة، فيها صناعات تكنولوجية تحتاج تأهيل الشباب، فكل هذه الأمور طبعا بترد أو لها مردود إيجابي على القوى البشرية المصرية. في جزء منها هيتجه إلى ربط سوق العمل بالتعليم الفني أو بالتعليم التكنولوجي، وده دم بالفعل. النهاردة بقينا في مرحلة التخرج، النهاردة التكنولوجيا الجديدة اللي بنستوعبها عندنا القدرات البشرية اللي تقوم بيها، فالنهاردة بقت في الفرصة موجودة استحداث مشروعات جديدة واستحداث أو وتطوير منظومة تعليمية كمان. ما هي المنظومة كلها، فكرة الإصلاح اللي اشتغلت عليها الدولة في الثمان سنين عظيم. هو اللي احنا بنجني ثماره النهاردة من خلال مشروعات وتكنولوجيا جديدة بتستخدم للداخل المصري. طيب، فيما يتعلق بالرمال السوداء والقيمة بقى الإضافية اللي هتبقى موجودة، حضرتك تحدثت عن القيمة المضافة، القيمة المضافة إن احنا مش هيتم تصدير هذه الرمال السوداء بالصورة الحالية ليها، ولكن هيتم استخلاص عدد من المواد منها، مواد كيميائية ومواد أيضا مشعة، وبالتالي بشكل آمن جدا، وبالتالي هيبقى في عندنا هتدخل في صناعة العديد من الأمور. السيراميك مثلا على سبيل المثال، البويات دي من الصناعات اللي موجودة بالفعل في مصر، وبالتالي هنقلل من فاتورة الاستيراد، والمواد التي لا تدخل في الصناعات اللي هي موجودة عندنا في مصر هيتم تصديرها إلى الخارج، وبالتالي تعظيم القيمة أيضا. يا ريت حضرتك تكلمنا عن الجانبين دول، المتوقع المردود الاقتصادي من المصنعين اللي تم افتتاحهم أو مجمع المصانع.
هي مبدئيا فكره القيمه المضافه، فكره استخلاص الرمال السوداء في حد ذاته هو قيمه مضافه، لان كان العنصر دوت او الماده دي كانت مستغله بالمره وكانت تعد عبء بيئي يعني على يكلف ميزانيه الدوله مليارات الجنيهات. النهارده تحويلها الى قيمه مضافه او عنصر قابل للتشغيل او الاستثمار هي دي في حد ذاته قيمه مضافه. النهارده تعظيم القيمه المضافه النهارده بقى ان انا فكره ان انا اصنع هذه المواد الاوليه بصورتها النهائيه او ان هي تكون بديل للاستيراد العديد من مدخلات الانتاج زي ما حضرتك تفضلت في البويات او في المواد البتروكيماويه، ده كله طبعا ده تعظيم للقيمه المضافه اللي موجود. فالنهارده فكره استغلال هذا المورد وتحويله الى صورته الاوليه القابله للتصنيع وليس صورته الخام، النهارده بتكلم على استخلاص المواد المعدنيه او التعدينيه اللي موجوده في هذه الرمال واستخلاصها، فكره صعبه جدا على فكره ليست باليسيره، لكن النهارده الحمد لله قدرنا نصل الى هذه الخطوه الايجابيه بايادي مصريه وباستثمارات مصريه خالصه. هي النهارده ده بيستكمل منظومه الدوله بنقول لتطوير القطاع الصناعي او بشكل اقتصادي او الاتجاه في الاقتصاد المصري الى الاقتصاد الحقيقي القائم على التصدير القائم على الانتاج. ففكره ان انا استخلص هذه الماده وهي تكون النواة للصناعات تكون مدخلات لإنتاج للتصنيع العديد من القطاعات الصناعية اللي قايمة على استيراد مدخلاتها من الخارج، فده بيؤدي بشكل اقتصادي إلى تعافي الميزان التجاري وطبعا بيزيد من نسبة الصادرات وتقليل نسبة الواردات، فده كله مردوده الإيجابي طبعا مردودات يعني بتكلم النهارده في احتياطي من الرمال السوداء بتتخطى مئات تتخطى المليارات، فطبعا بتديني معدل زمن للتشغيل يفوق ال 200 سنة طبعا بنظرة إيجابية ونظرة مستقبليه. يمكن هو ده اللي احنا بنقول عليه ان يبقى في نظره للقياده السياسيه استباقيه، لان احنا بنشوف النهارده ده خطوات بتقول ان مصر بطريقها للطريق الصحيح. لا يمكن بنقول احنا الجمهوريه الجديده، لا هي دي الجمهوريه الجديده اللي بتستخدم كل موردها الاستغلال الامثل لخدمه شعبها وخدمه صحيح نقول فرص الشباب اللي عندها. صحيح دكتور محمد، يعني في ظل ان العالم كله مرتبك بعد التغيرات المناخيه، مصر بتنظر نظره مختلفه استباقيه فيما يخص تنميه مواردها واستغلال كل مواردها الطبيعيه. شكرا لحضرتك دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، شكرا.